فاكر الراجل الاخاني اللي كلمتك عنه؟ كان اسمه حامد الجندي. صابر الجندي. ايوه صابر الجندي. ماله؟ كان له بنت مسكينه. عملت لها ايدي كمان؟ مش انا، هو اللي عمل ايه؟ كان السبب في موتها في حادثه عربيه بشعه. سميره؟ لا، بس قريت حادثه في الجرايد زيها، والقتيله كان اسمها سميره برضه. هي دي بنت صابر الجندي. حرام عليكم. معلش انا هنتقم لها، لازم انتقم منك يا سيد. كلامك يا بيومي بيه، انا مش قد كلامك. الكلام وصاحب الكلام، واللي امتلكه واللي لسه همتلكه واللي بحلم اني امتلكه، رهن الاشاره لاصغر صباع في اجمل ايدين لاجمل ست في الدنيا. اهو كلامك الحلو ده هو اللي خلاني اتقلب على جمر النار، ما نمش بالليل واتعذب بالنهار، لحد ما صممت اني لازم اجي واقول لك على الخطر اللي انت مش منتبه له. خطر؟ طب ده الخطر بيخاف يقرب مني. سالم؟ ماله سالم؟ مش طلب منك انه يشتغل معاك؟ لو انت صادقه بقى يشتغل عندي. وانت وافقت؟ وافقت، لكن عيونك اهو مستني بقى لما يشرب الصنعه كلها منك ويزحلقك. يزحلقني؟ وهو يمسك كل الشغل بتاعك. سالم يمسك الشغل بتاعي انا؟ ادي بقى نكتة الموسم. مش هتبقى نكتة لما يبلغ البوليس عنك. البوليس؟ ايه؟ انا لا بسرق ولا بنهب. بتهرب. بهرب ايه؟ مخدرات. سالم اللي قال لك الكلام ده؟ انا طبعا ما صدقتوش، وجيت على طول علشان اقول لك، لأن واحد في شياكتك وفي ثروتك مش ممكن أبدا يمشي في طريق خطر زي ده. سوري يا هانم، أنا طول عمري راجل نزيه والبلد كلها تعرف كده. وأنا أولها يا بيومي بيه، أنا جيت أقول لك علشان أخلص ضميري. عن إذنك. طيب يا سالم. مساء النور سالم. انت الحق. ايش عرفك؟ اتمسح من على وش الدنيا خلاص، مفيش حاجة تمنعنا عن بعض. انت جبت الكلام ده منين؟ انا قلت لك اني هتقم منه، وفعلا انت قمت للايام السودة اللي ورهاني. خلاص يا رفعت، من دلوقتي نقدر نتمتع بحبنا. ارجوك يا سوريا، ارجوك. ايه يا رفعت؟ احنا من يوم ما عرفنا بعض
ما لمستنيش لمسة حب واحدة، ما حضنتنيش، ما بصنيش. انت ما بتحبنيش؟ ايه اللي بتقولي ده يا سرايا؟ انا ماليش في الدنيا غيرك، بس انا عايزك في الحلال. وانا ملك ايديك نتجوز الليلة دي دلوقتي حالا. بس ليلى، هي دي المشكلة؟ طبعا. طب ما انا قلت لك افسخ خطوبتك، قول لها ان جوازك لا هيسعدك ولا هيساعدها. يا سلام، بالسهولة دي؟ ايوه طبعا، ايه الصعوبة في كده؟ ما انا قلت لك ابوها ليه جمايل كتير عليا، ده غير المبلغ اللي اداهولي عشان افتح بيه معرض العربيات. لو سبت بنته هدفع له المبلغ ده كله منين؟ للدرجة دي؟ ده انا لو فسخت خطوبة ليلى هبقى في الشارع. لا، ده انت هتبقى اكبر واعظم تاجر عربيات في السوق. ايوه بس ازاي ومنين؟ ازاي ومنين دي؟ تسيبها لسرايا. سالم رفعت، لا عشان خاطر ايه رفعت؟ استحمل ولادي وبس، اوعدك ان دي اخر ليله هنشوف خلقته فيها. خش خش عشان خاطري. ايه اللي جابك هنا تاني؟ ايه اللي عمل في وشك كده؟ شريف، شريف ابن صابر الجني كان المكتب النهارده، كان عاوز يقتلني يا سرية، والدور جاي عليك. وانا هيطولني فين يعني؟ هو يعني هيتوه عن العنوان؟ انت ناسي انك عايشه في بيت ابوه؟ انا جيت بس علشان انبهك ما تفتحيش الباب الا لما تتاكدي من اللي بره، وباب المطبخ تتربسيه بالترباس. انا هتربسهولك. تعالي هنا استنى، رايح فين؟ الحب الجديد، بس مش هتهني بيه يا سرايا. شريف ابن صابر الجد هيطولك، اكيد هيطولك. يا رفعت، ابن صابر الجندي ظهر وعايز ينتقم مني. مالك يا رفعت؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم، قول لي اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ابن صابر الجندي مش هيقدر يأذيكي طول ما انا جنبك. حبيبي رفعت،
صبر الجندي مش هيطير. لا لا ده موضوع ما يخصش حضرتك، ده موضوع يخص واحد صاحبي. فين؟ في المعرض. فين في المعرض؟ بس يا بيومي بيدي حته مقطوعه قوي.